المسلمين فرنجية تتفقوا، هيدا كان نصيحة السيد؟ لا، هي نصيحتهم أعطوها وأنا ما أنا نتفق. ما أنه تتفق؟ طبعا ما أنا نتفق على حدا ثالث. مش نحن لا أنت بكرة ومسلمين بكرة فرنجية. مش أنا ماني مرشح تا أوكي وصلنا لا أوكي إيه. أنا ماني مرشح، أنا أذكى بكثير من إني أعمل هيك. إن الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله مقطوع إلى إشعار آخر وفق ما جاء في صحيفة الأخبار، علماً أن رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ينفي نفياً قاطعاً القطيعة بينه وبين حزب الله، ويؤكد أنه يريد الاستمرار في تفاهم مرم خايل، إلا أنه لم يعد كافياً ما أضحى عليه هذا التفاهم وهو بحاجة إلى التجديد. ليس بنية حزب الله التخلي عن التحالف مع التيار الوطني الحر ولا عن التحالف مع جبران باسيل، ربما عدم التخلي، ولكن والطرفين عدم الـ يعني التعاطي مع شروطه على انه هي اولويه بالنسبه له. ايه صحيح، هذا التحول حصل، ولكن لا يرتبط بقصه ترسيم الحدود او غير ترسيم الحدود، ده يرتبط بانه هذه العلاقه وصلت الى مراحل. رئيس تيار الوطن الحر يعتبر وقايلها اليوم بالمقابله مع جريده الاخبار انه ما عاد يكفي هيدا التفاهم، بعض النقاط فيه لم تطبق، بعض النقاط فيه تحتاج إلى تعديل أو تطوير، بالتالي هو بده يفتح النقاش حوله، وهو يريد أن يقول للحزب تعالوا لنتناقش مجددا حول إعادة تجديد التحالف بناء على نقاط أو شروط أو معايير جديدة. على الصعيد الرئاسي يجهر باسيل بحسب صحيفة الأخبار بأن حزب الله تبلغ منه رفضه القاطع وصول النائب السابق سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، وهو الموقف نفسه الذي ينطبق على قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي ينظر إليه على أنه قائد الانقلاب لا قائد الجيش، في إشارة إلى تحميله مسؤولية تغاضيه عما آلت إليه البلاد وعهد الرئيس السابق ميشيل عون منذ 17 من تشرين الأول 2019. إذا حصل توافق على اسم سليمان فرنجية لنبلش كرئيس للجمهورية، انت بتقدر تخلي القوات والتيار يمشوا؟ انا بشك، وممكن القوات والتيار يروحوا يتفقوا مع بعضهم ضد هذا الترجيح، مثل ما حصل بال 2016 لدى ترشيح الرئيس سعد الحريري لسليمان فرنجية. هذا احتمال قابل انه يتكرر، وهناك احتمال ثاني انه لا، انه على الرغم من اللا القاطعة لجبران باسيل على سليمان فرنجية، قد تحصل هناك بعض الاشارات الايجابية على الخط، على خط العلاقة بين القوات وتيار المردة. عم لك قد، انا ما بقى أنا نظرية مش مقتنع، وانا بقول لا ما بيمشوا، بس عم لك هيدي فرضية قائمة اذا بدك تفكر، اذا بدك تعمل بروبابيليتي لكل الاحتمالات. اذا بنروح على خيار ثاني، فرضا قائد الجيش، ذهبنا باتجاه قائد الجيش، حتى الآن رئيس التيار الوطني الحر يقول أنه لا، القوات اللبنانية تقول أنه نعم، وأنه بحال حصل التوافق على قائد الجيش فليتم الذهاب باتجاه قائد الجيش، أو أنها مستعدة للذهاب باتجاه قائد الجيش. هون تصبح الديناميكية الداخلية أقل قدرة على التأثير من لو تم التوافق على سليمان فرنجي. وحتى هذه اللحظة تؤكد أوساط حزب الله لصحيفة الجمهورية أنه لن يتم فرض مرشح لرئاسة الجمهورية رغما عن إرادة الرئيس السابق عون وباسيل، وبحسب الصحيفة هذا الموقف جدي وليس للمناورة، فحتى إشعار آخر سيبقى التيار الوطني الحر هو الحليف المسيحي المعتمد لدى الحزب في الدرجة الأولى. القوات اللبنانية التي وإن تعايشت مع قائد الجيش إلا أنها تدرك تماما أن هناك عبئا تاريخيا يرزح على كاهل هذه العلاقة. فقد سئل الرئيس ميشيل عون يوما لماذا اختار جوزيف عون قائدا للجيش، فرد بأنه اختار الضابط الأكثر كرها لجعجع. يعني هني انا ما عندي معلومات اذا في كره او لا، انا اللي عم بقول اذا فعلا اذا فعلا رئيس الجمهوريه انا زيك عين الجنرال عون لانه اكثر كرها، يعني مبني سياسه العهد على الحقد وانكي،
أنا شو بدي إذا في كره أو لا؟ أنا بعتبر إنه الواجب العسكري الوطني كان على أفضل ما يرام بالنسبة لإلنا. هيدا واحد. اثنين، هلا شو فكره السياسي وشو مشروعه السياسي باللحظة اللي بنبلش قائد الجيش يحكي سياسي؟ لأنه هلا هو مش لازم يحكي سياسي، هو رئيس مؤسسة عسكرية، ما نقعد نحكي نحن وياه بالسياسي، ما في موقف مسبق من حدا، إنما نحن عم نقول نحن مستعدين وجاهزين نسمع من قائد الجيش موقفه بالسياسة، موقفه من خريطته الإنقاذية للبلد، موقفه من كل النقاط اللي هي نقاط اختلاف بالبلد، تنشوف شو وجهة نظره فيها. موضوع استراتيجية دفاعية، موضوع نفس الحدود. بس هل تأييدكم لقائد الجيش تأييد جدي؟ أكيد تأييد، مش تأييد جدي. إذن لا حلول تلوح في الأفق في ظل غيبوبة الدولة بفعل الشغور المتمادي في موقع رئاسة الجمهورية وشلل الحكومة المستقيلة التي تختلف مكوناتها على حدود تصريفها للأعمال وصولاً إلى دخول مجلس النواب في إجازة الأعياد.